إذن مشاهدينا أوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر جديد. هذه المرة من أمام أحد المعالم التاريخية، بمدينة الدار البيضاء. هذا المعلمة وهذا الصهريج أو ما يسمى العوينة الحارة، هذه المعلمة اللي تبنات في سنة 1922، نعم إيه أكثر من قرن من الزمان، وهذه المعلمة هنا متواجدة هنا ماشي بوحدها، ولكن العديد من الصهاريج أو ما يسمى بالعوينة الحارة اللي كاينين أصبحوا الآن قلال هنا، خصوصا في التراب ديال عمالة أنفاق، فولاو بقاو جوج ديال هاد العوينات هادو، اللي الآن كيتعرضوا للتهميش، ويجب إعادة الترميم ديالهم. لاحظوا معايا هاد اللي كيف ما قلت كيتعرضوا الآن للتهميش والانقراض. الآن إلا لاحظتوا معايا كاين خطأ كبير بالنسبة للناس اللي كيكونوا دايزين من هنا، لأنه لا قدر الله لاحظوا معايا إلا طاح، في هاد الطروفة اللي كاين هنا ديال هاد العوينة هادي، إلا طاحوا على شي واحد فأكيد غادي يقتلوه. ولكن اللي كيحز في النفس هو أنه هاد المعلمة التاريخية كيف ما كنقولوا هذا التراث، ديال المدينة القديمة، أزيد من 100 سنة تبقى عرضة لهاد بحال هاد الشيء. هذا شفنا هذيك اللي كاينة في العوينة الحارة ديال بورغون، شفنا الآن ولات واحد الحلة زوينة، ولكن للأسف فاللي قام بالترميم ديالها هي واحد الجمعية، ماشي للأسف، لأنه كان من المفروض أنه الوكالة الحضارية والناس مسؤولين هم اللي يقوموا بهذه البادرة، لكن أحد الجمعيات دخلت على الخط وصلحات هذيك العوينة الحارة، والآن أصبحت كتعطي واحد الجمالية خصوصا ملي داروا على واحد الرسوم. إذا علاش مثلا هذه العوينة الحارة هنا بما أنها تراث تاريخي، كنتكلموا على أزيد من قرن، علاش ما يتمش كذلك حتى هي الترميم ديالها والإصلاح ديالها؟ لاحظوا معايا غير الجنبات ديالها كي ولات، هاهي لاحظوا معايا ولات متآكلة، هاهي. وكاينة معلومات كتقول بأنه هاد العوينة الحارة واد أم الربيع كيصب فيها مباشرة، دير لها واحد البئر كاين هنا لداخل، كاين واحد البئر، هاد البئر هذا هو اللي كيخوي فيه واد ام الربيع، وكانوا كيعمر هاد الشريج الفوقاني اللي كتشوفوا معايا هنا كيعمر، وكيجوا الصهاريج او الشاحنات اللي كتعمر الماء وكتمشي كتسقي الجرادي. ولكن مع التقدم اللي عرفوا هاد القطاع ديال السقي خصوصا في الحدائق العموميه، اللي ولات كتعتمد على ما يسمى بغوتا غوت، يعني ملي ولاو كيعتمدوا هذا الشيء في الحدائق العموميه، فالدور ديال هاد الصهاريج او هاد العوينات الحاره فقل نوعا ما، فقط ايام الجفاف وايام الصيف هي اللي كيرجعوا لهاد الصهاريج هادي، وكيصيفطوا الشاحنات من كل حدب وصوب من مدينه الدار البيضاء. ما كاينش مثلا التراب تابعي لهاد العوينات الحاره، فقط يجب مثلا الانسان اللي كيجي او صاحب الشاحنه او الشاحنه اللي كتجي مثلا باش تعمر الماء باش تمشي تسقي شي جرده او شي حاجه، فيكفي انه يجيب معاه واحد البون
من طرف رئيس الجماعه ومكاشي، وكيجي كيعطيه لذاك السيد اللي مقابل ذاك الصهريج وكيعمر ليه الشاحنه. ولكن كنتكلم هذا الشيء ايام الجفاف وايام الصيف، ولكن الايام الاخرى فما بقاش الاعتماد على هاد السهاريج هادو. ولكن كيف ما قلت مرحبا خويا، مرحبا. كيف ما قلت الناس كانوا بغا يعطيونا بعض الصور ديال اللي كنا كنتكلموا عليه الان، كانوا بغا يعطيونا بعض الصور ديال شي حجر طاح من هنا، ولكن للاسف القوانين ما كتسمحش لنا اننا نبينوا الصور او الوثائق. احنا هذه المسائل اللي كنتكلموا عليها، الا لاحظتوا معايا كون كانت مثلا شي طريقه اخرى اللي نحاول نبين لكم بها هذه العوينه الحاره. ماشي لاحظوا معايا هذه العوينه الحاره كي ولات يعني من المعيب ان نشوفوا مثلا المعلمه اللي كما قلنا عندها ازيد من قرن، راه 1922 اللي مكتوبه في التاريخ ديالها، مكتوبه الداخل ديالها عندك هي وديال بورغون حسب معلومه متوفره بجوجهم نفس السنه 1922. اذا كما قلت معلمه تاريخيه، هذا ممر سياحي كيمر منه السياح، اذا من المعيب اننا نشوفوا هذه المعلمه كتبكي، يعني كتبكي، ما حتى الترميم ديالها ما عرفتش، هذه سنوات ما تمش الترميم ديالها، الان راه صبحات مهدده بالانقراض ومهدده يعني انها تريب. فكنتمناو انه تكون واحد الالتفاته من طرف المسؤولين، سواء الوكاله الحضاريه سواء الجمعيات التراثيه اللي كتعنى بالتراث البيضاوي، فكنتمنى انهم يدخلوا على الخط ويصلحوا هذا التراث او هذا المعمار التراثي، هذه المعلمه التاريخيه هنا بالمدينه القديمه. اذا كنتمنوا انه الرساله توصل، نتمنوا الرساله توصل للناس اللي كيهمهم الامر، سواء كما قلت سواء الجمعيات اللي كتعنى بالتراث البيضاوي، سواء الناس مسؤولين او الوكاله الحضاريه بالخصوص انها تعنى بهذا التراث هذا، لانه كازاوا او البيضاويين او المغاربه بصفه عامه فمحتاجين لهذا التراث هذا انه يبقى شاهد على العصر الذهبي بالنسبه للمغرب. اذا ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. طاقم شوف تيفي يحييكم من هنا من امام هذه المعلمه اللي العمر ديالها ازيد من 100 سنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.